قال: من أراد أوصاف الربوبية فليتحقق بالعبودية. من أراد أوصاف الربوبية فليتحقق بالعبودية. مقامات القرب من الله، هذه كلمة القرب من الله والتقرب من الله هذه توحي بشيء غلط، أنك أن الله في مكان بعيد ونحن نتقرب إليه. أما الله سبحانه وتعالى ليس بالبعيد، الله سبحانه وتعالى ليس بالبعيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القرب أو التقرب ليس هو عن بعد الله، لكن الله قريب ونحن جاهلين بهذا القرب. التقرب من الله يعني إزالة الحجب بينك وبين شعورك بقرب الله منك، يعني التقرب يعني إزالة الحجب. هذا التقرب أو من الله سبحانه وتعالى مقامات، يعني فوق كل ذي علم عليم. المخلوق لا وجود له أمام الخالق، المخلوق أمام الله عدم، لا يمكن لمخلوق أن يكون له وجود أمام الله. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي مخلوق أمام الله. إذن ما دمت في تقرب إلى الله يعني أنت في طريقك إلى أن تصبح دكا، يعني كلما تجلى الله عليك كلما فنيت إلى أن تصل إلى حال فعلا لا يبقى لك وجود. يعني تذكر الله لكن في حال من الأحوال لا يبقى لك وجود، وإنما يبقى وجودك بالله، يبقى وجودك بالله. فهذا الذاكر في هذا المقام إذا كان فاني ولا وجود له من شدة القرب وهو يذكر الله، من الذي يذكر؟ من الذي يذكر مدام هو غير موجود؟ من الذاكر؟ الله. ومن المذكور؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتحقق للمريد إلا إذا وصل إلى مقام الفناء. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة العظمى لما يقول أنا لها، قال: فأذهب إلى العرش، عارف شو بده يحكي لالله؟ ها؟ ما عارف. لماذا ما عارف؟ لجهله. هذا بالعكس، لعلمه بقدره، بأنه أمام الله لا وجود له، فيذهب إلى الله وهو لا يدري بماذا سيخاطب الله وماذا سيطلب من الله. قال: فأسجد فيوحي الله إلي بمحامد لم أكن أعلمها من قلب من قبل، فأحمد الله بالمحامد الذي أوحى. إذن من الحامد ومن المحمود؟ وسيدنا النبي شو دوره؟ ما دام الحمد صدر من الله،
هو الحق. طب سيدنا النبي لما تحقق بالعبودية أعطاه الله من صفات الربوبية، وفي هذا المقام يصبح للشيخ وللعارف وللولي أو للنبي في هذا الحال يصبح له ما يسمى بالتصرف، سمي أهل الله بالتصرف، أنه الشيء الذي يريده يتحقق، الذي يريده يتحقق مهما لو ما أراد لو ما طلب يتحقق. بماذا يتحقق؟ يعني هو بقدرته بجهده؟ لا، لأنه قد اتصف بصفات الربوبية. فلهذا أولياء الله رضي الله عنهم والصالحين وأسيادهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حال ولهم قدر ولهم تصرف، يعني لهم يعني دلال على الله سبحانه وتعالى، فهم يستأنسون بزيارة المسلمين. وإذا كان تجاوب بين الأرواح، يعني الإنسان إذا طلب يلبونه، لكن الغريب أن تلبية الطلب لا تحتاج إلى مهلة، مباشرة قل له قضي 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 قضي. فهل الأموات لهم تصرف؟ أموات لهم هذا التصرف؟ لا، وفي الحقيقة الأموات نحن الأموات، نحن الأموات، لكن عندهم الحياة الحقيقية. لما فنوا الله سبحانه وتعالى أدامهم، أعطاهم من صفاته، لما فنوا الله سبحانه وتعالى أعطاهم حياة الدوام. هذا روح الولي، روح الولي مطلقة، روح الولي مطلقة. متى ما قلت فلان الولي وعليكم السلام ورحمة الله، الشيخ الفلاني الولي الفلاني هو معك. مرة أبو قاسم الله يرضى عليه سألني في التليفون، قال لي الشيخ العربي الدرقاوي من ترك بعده خلفاء؟ سألني، قلت له ترك سيدي محمد الحراق وترك سيدي أحمد بن عجيبة. تعرف سيدي أحمد بن عجيبة؟ كتابه المشهور ما هو؟ إيقاد الهمم في تفسير الحكم. فجاوبته، قطعت التليفون، ذهبت إلى البيت، كانت عندي قيلولة، نمت. فبيجي لعندي الشيخ، قال لي لماذا لم تذكرني؟ قلت له من؟ قال لي أنا الشيخ البوزيدي. أنا قال لي من ورثة الشيخ وما ذكرتني وأنا لا أعرفه، وزعلان لماذا لم تذكرني؟ يعني شوفوا الروح المطلقة بهذا الشكل. أنا هنا عم بحكي مع أبو قاسم، مجرد ما ذكرنا الشيخ، الشيخ يسمع ويرى. لا، أرواح أولياء الله مطلقة، لكن نحن لعمانا
ولجهلنا لا نفهم ولا ندرك هذه الحقائق. الآن يقولون بأن روح الميت تكون عند القبر، يعني يقولوا ليلة الخميس، ليلة الجمعة، إلى قول فجر السبت، وقول الظهر السبت. مهم، أما أرواح أولياء الله فهي مطلقة، مجرد ما تذكر الولي روحه موجودة، مثل دبدبات الراديو. هل الآن معنا إذاعة واشنطن؟ إذاعة كله موجود الآن، لكن نرى شيء لا نرى. لكن إذا أخذنا ترانزستور وحطينا الموجة نسمع الإذاعة. بأرواح أولياء الله هكذا مطلقة، لكن لازمك الراديو ترانزستور. يكون الراديو ترانزستور تحطه على الموجة، وهذا لا حد له. هنالك من يشعر، هنالك من يرى، هنالك من يجالس. يريد الشيخ، الشيخ يحضر إليه ويجلس ويتكلم ويشاوره، والسلام عليكم. ممكن هذا الأمور لا حد لها، هذه مقامات الروح، وهذه الأمور لا تتحقق إلا بسلوك، سلوك إلى الفناء، سلوك إلى الفناء. هذا الفناء هذا بدايته فناؤك في الشيخ، بدايته فناؤك في الشيخ، لأن الحقيقة العظمى التي فيك ليست هي بشريتك، البشرية حجاب. هذا الجسد البشري هو الحجاب بيننا وبين الله، بشريتك حجاب. كلما اهتممت بالبشرية كلما ابتعدت عن الله وعن الحقيقة، وكلما تركت بشريتك فأنت في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لو الإنسان زار الولي أو زار العارف أو زار، وخصوصا إذا دخل مع واسطة، يعني ما دخل وحده، إذا دخل مع واسطة عند أولياء الله لا يردون سائلا ولا يمكن. أكرم خلق الله، ألا أدلكم على الأجود؟ الأجود الله، أجود الأجود، وأنا أجود بني آدم، وأجودكم بعدي رجل تعلم علما فعلمه أو فبته بين الناس. هذا التراب، أرض التراب، أرض التراب إذا رميت فيها حبة واحدة ماذا تعطيك؟ شجرة. وهذا التراب يعني اللي بتبزق عليه واللي بتمشي عليه واللي ما بتعرفش شو تعمل به تعطيه حبة بيعطيك. فكيف بأرض أهل الله؟ هذا يقول لك إذا دخلت عند الصالحين، يعني تبدأ بقراءة القرآن، يعني تقرأ بعض القرآن. هذا القرآن هني ما بيتحملوا مني، أنت ما بتقرأ القرآن لينتفع فيك، أنت بس عم تزرع، فما بيتحمل مني. إذا قرأت له آية بيعطيك حتى تكون له منه، مش أنت تكون ليكون لك الفضل عليه. هذا الله سبحانه وتعالى، هم أهل الله يسمونه التصرف، لكن نحن نسموه باسم شرعي. اسم شرعي هو استجابة الدعاء، أنهم إذا طلبوا شيء من الله فهم مجابوا الدعوة. الله سبحانه وتعالى لا يرد لهم طلب. إن من عبادي من إذا أراد، يعني الله سبحانه وتعالى يحرك الكون على حسب إرادتهم. فلما
إنسان يزور هذه المقامات وهذه الأولياء وهذه الصالحين لا يمكن أن يخرج دون عطاء. لكن المفرح عند أهل الله ليس عطاؤهم، كرمهم. وش العطاء؟ إنسان شدة الكرم، لما تشوف الكرم تنسى العطاء. فيشغلون بك، يشغلون شغلوك بكرمهم عن عطائهم. لأن شو هالكرم؟ شو الكرم يعني؟ شو عملت له حتى تصرف معي بهالشكل؟ هذا أولياء الله. هذا لو سيدي أبو أيوب الأنصاري مثلا، الآن لما نذكره يحضر ولا ما يحضر؟ ولا الشيخ البوزيدي أحسن منه يحضر ولا لا يحضر؟ يعني لماذا الزيارة؟ لماذا نزور إذن؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو صلينا عليه هنا يعني يكفي ولا لا يكفي؟ لماذا نزوره؟ لماذا نزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه عندهم مثل الحياة، يعني لما تأتيه إلى بيته كرم ودلال غير لما يأتيك هو. فيصبح الولي لما يشم ريحة الصلاح في الأخ، يصبح الأولياء هم يأتون ويزورون ويقول لك زرني. الولي يقول لك زرني. هذا من حركات قلبي أني لا أستطيع زيارة شيخي. الله يعوض علينا. من حركة قلبي أنني لا أستطيع أن أزور شيخي. الحمد لله نصيبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يحسن الحال ويغير الحال. ولهذا مرة سيدنا الشيخ رجب رضي الله عنه، كنا في المدينة وكانوا شباب، كنا قاعدين نفس البيت وشباب مختلطين من فرنسا، من الشام، من بيروت، من بعرف وين، من الجزائر، وكلهم عندهم طلب. كنا عندنا طلب، كل واحد جاي عنده طلب. وكنا قاعدين مع سيدنا بنفس البيت. ف سيدنا كان طالع من اوضته فمر علينا نحن عم ناكل، قاعدين اوضه عم ناكل، وسيدنا لابس الاندروير ولابس شورت. فلما شافنا فات لعندنا بالشورت وقعد رضي الله عنه، وانبسط من فرحته لما شاف المنظر. قال يا ابني انت شو جامعكم؟ انت من وين؟ وانت من وين؟ وانت من وين؟ فمن فرحه قال يا ابني انتوا جايين وعندكم طلب، وما تطلبوا مني، نحن في حضرة رسول الله نطلبه من رسول الله. يا ابني انت غرضك قضي، وانت قضي، وانت قضي، وانت قضي، وانت قضي، وانت قضي، الله معكم كلكم. لهذا امبارح سيدنا ابو ايوب زعبونا من عنده ما خلونا نوقف، بعدنا عم نركلج ترانزستور، اجى قال لك اطلع. يعني ما بيرضينا. بالله عليكم، يعني رجل مثل سيدنا ابو ايوب ما بيرضينا ولا بيخلينا هيك؟ الله يعرفنا، الله يعرفنا بحقيقة رجال الله، الله يعرفنا بحقيقة رجال الله. أكرم الخلق،
أكرم الخلق أولياء الله. يعني لو الإنسان دوب نفسه وجعلها تراب ووضع تحت نعالهم ما بيأدي حقه، لكن نحن النفس ما بترضى، النفس ما بترضى. يجي الأخ إذا باس إيد الشيخ بيشوف حاله، عمل فكر حاله إنه عظم الشيخ، إنه الشيخ صار شغله. لكن هن نحن بنعاملهم بلقمنا وهن بيعاملونا، كل واحد بيتعامل بصفته، كل واحد بيتعامل بصفته. يعني إذا شافونا لقمة رح يصيروا لقمة، رح نغيرهم، يعني رح ندعيهم للقم. أن صفتهم الكرم. فلهذا حتى الأخ لو ما بس يكون عنده يقين، هذا اليقين يكون عنده، حتى لو ما كشف له، حتى لو ما شعر، حتى لو ما شاف، يكون عنده هذا اليقين بأنه في حضرة أكرم خلق الله. أكرم خلق الله هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كرمهن من كرمه سيدنا أبو أيوب، كرمه من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. آوى رسول الله وصاحب رسول الله وعاشر رسول الله، يعني ما أخذ شيء من عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفاصيل، ما في تفاصيل، لكن نحن إن شاء الله يكون هذا يقيننا. يعني إذا لو 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 بدهم للكل كانوا، لكن كل واحد يأخذ. لكن الحمد لله الله يجعل فينا مقبول، إن شاء الله نكون كلنا مقبولين، لكن أقله الله يجعل فينا مقبول. هذا لما كنا رايحين فقال وين الأخ الفلاني، قال راح يزور دار وخلص. طامعين بكرمه. نعم، نحن طامعين بكرمه. كرمي أنا الله يعفي عنا. احنا جينا مش بس نسمع الدرس، جينا إن شاء الله. هيدا الدرس والجلسة هي فقط حيلة، هي المطلوب ما الدرس، المطلوب ما الدرس، المطلوب يصير في صلة روح. والله يا إخواني هذه دائما أقولها، كثير من المرات أكون مع شيخي والشيخ يكلمني، ووالله ما لا أعلم ماذا يقول لي. الشيخ يتكلم وأنا أنظر مستغرق في الشيخ والهان بالشيخ، والشيخ عم بيحكي والله ما عم بفهم عليه ولا عارف شو عم بيحكي. الحكي هذا حكي الشيخ طالع من الشيخ، لكن المهم حكي ولا هو شو الأهم؟ الشيخ. فبيصير الشيخ بيقول لي عبد العزيز وأمرار الشيخ بيكلمني، فبيكون عم بيكلمني ومنه هون، هو كمان له ما مستغرق فيني، مستغرق بربه. فبيحكي وبيقول لي ما هيك يا شو اسمك يا ابني، يعني نسيان الاسم، اللي شو اسمك، اللي ولا الشيخ بلش يخرف يعني، ولا شو اسمك يا ابني، شو اسمك، شو معناته ما منه هون. هذا سيدنا في هذا الحال
لهذا الحال إنسان ينتبه، لا يزعج الشيخ. هذا نحن ما بننتبه لهذه الأمور. قلب الشيخ بين الحق وبين الخلق، لكن بعض الأوقات تأتي جذبة وهو مع الخلق، شيخ تأتي جذبة فيغيب، فيبقى مع الناس وهو غير موجود. في هذا الحال لو الأخ قلل الأدب، الله هو الذي لا. ما هيك قال الشيخ؟ شو قال لك الشيخ؟ قال لك يا ابني ما أنا. هذاك الحال هو اللي كان عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل. سيدنا جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، جلس سيدنا جبريل، دخل وجلس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلع. أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا عمر، قال له روح شوف إلا أدرك الرجل. وقام سيدنا عمر ملأ سيدنا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أدركته. قال له ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ما خفي عني إلا هذه المرة. معقول جبريل يخفى عن النبي؟ ليش ما خفي عني إلا هذه المرة؟ سيدنا جبريل عليه السلام كان يعلم أن سيدنا النبي في هذاك الحال لما كان جالس كان غايب، فأراد أن يتشرف بأن يكون تلميذ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ من شفاعة العالم للمتعلم. فلما شاف سيدنا النبي مجذوب إلى حضرة الحق دخل واستغل الفرصة وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وطلع حتى يكون تلميذ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لهدف هذاك الحال، فكان الشيخ في هذاك الحال هذا، لهذا الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. الأولى شو؟ النبي، والثانية رسول الله. هذه تشير على أن لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن النبي لما يكون في حضرة الله، والرسول لما يكون يبلغ. لما تكلم عن النبوة أنه لما يكون في حضرة الله، والرسالة لما يكون يعلم الخلق يبلغ رسالة ربه. هذا أهل الله نفس الشيء، أولياء الله نفس الشيء. لهذا الإنسان يجب أن يكون حذر في المعاملة مع أولياء الله. والفائدة تعود لمن؟ لنا نحن. لهذا لقاء الأجساد، هذا اللقاء الدرس وكلام، هذا فقط حيلة. لكن لقاء الجسد والكلام يجعل الروح تشعر، الروح تشعر، والروح تنجذب إلى حضرة الله، والروح تستأنس بالروح. فلعل الله سبحانه وتعالى يجمع بين أرواحنا، لعل الله يجمع بين أرواحنا ويربط بين أرواحنا. وما أحبها عند شيخنا، لعل ولعل.
وإذا ارتبطت الروح بالروح مرة كنت مع شيخي بالسوق في المغرب فماشين وكان مشيد الشيخ هيك ماشي مع الشيخ فقلت له يا سيدي بدنا هالكمشي بالآخرة سيدي بدنا هالكمشي بالآخرة يعني هي مضمونة شو بيضمنوا السعيد السعيد من سخره الله للسعادة وإذا سخر الله قوما لسعيد فهم السعادة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لنا لا علينا والله بعض الأحيان المريد ينغرر يأتي بعد الغرور لا تأمنوا مكر الله لا نأمن مكر الله لو الشيخ قال لي مضمونة يعني بروح بنام انضمنت لا والله لا نأمن مكر الله مع هذه مرة سيدنا الشيخ أمام الكعبة يذكر الله ذكر 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 فتح عينه وطلع فيني كمش المسبح قال لي يا ابني الصلة بيني وبينك هذه قال لي يا ابني إذا تركت الذكر لا أتعرف عليك يوم القيامة قال لي ولو كان ابني من صلبي الصلة بيني وبينك هذه يعني خفض ورفع وقبض وبسط لا نأمن مكر الله لذا أقولها لكم الصلة بيننا ذكر الله أنا بضمانة شيخي يا إخواني إذا الروح استأنست بالروح وغذيت بذكر الله احلقوها إن لم تأخذوا ثمارها هذه يجيو شيلوها مش من عندي والله ما من عندي والله إذا بيشيلوا إيدهم والله بنصير كلاب بالطرقات إن في أيامي لنفحات تنعاد أو ما بتنعاد الله أعلم لا ليس هنالك شيء مضمون لكن هنالك عهد هنالك عهد وصلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا قضوا حياة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ارتبطوا بايعوا عاهدوا نسيوا العهد انشغلوا بدنياهم عن أمر النبي عن عهد النبي لا لآخر نفس فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الحياة ما دائما سهلة بيتعود الإنسان أنه يشوف الشيخ ويجالس الشيخ ويزور الشيخ ما راح تضل لك شو مين أنت وشو مفكر حالك خلاص شفته مرة اثنين ثلاثة الله معك يلا ارتبط واشتغل بما عهدت عليه لكن احنا شيخنا دللنا كثير بنقول نزعنا لا ما نزعنا ما بنسب له النقص لشيخنا في شيوخ زيارتهم مرة بالسنة يأتي المريد إلى الشيخ هذا الشيء نراه بعيوننا يأتي المريد إلى الشيخ السلام عليكم يا ابني طالب ذكر
بعلم الذكر بيقول له لا أراك إلا بعد سنة، روح اشتغل. بده مريد، ما زار الشيخ ودلل على الشيخ وشاور الشيخ وكسر راسه للشيخ ووجع له راسه بمشاكله، راح يشتغل بذكر الله وبالعهد. بعد سنة بيرجع قال له يا ابني ما اشتغلت مثل ما قلت لك، راح أعطيك مهلة سنة تانية روح اشتغل. تاني بيقول له روح الله معك منك صادق. شيخنا هيك هذا يسمى في مقامات القرب يسمى بالرجل، مقام رجل من المؤمنين رجال. ما رجل يعني ممكن تكون مرأة وهي رجل، ما بدلوا تبديلا. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتيه ناس من أمته يقولون يا رسول الله الشفاعة، يأتون للحوض، فسيدنا النبي يأتي ليسقيهم، فتأتي الملائكة تقول لهم سحقا لقد غيروا بعدك. نحن نغير بعد شيخنا إذا سيدنا النبي ومنع عن هذول، ممكن نمنع عن شيخنا؟ ممكن. ما ينام الإنسان على بسطه ووهمه، الأمر بده رجال. لا أنتقل عليكم كثير، كفي. نعم بشار، زرنا ناس من أكرم خلق الله وأكرمونا يقينا، والحمد لله رب العالمين. وصلت الفكرة. الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيكم. اسمح لي أن أعادك على الفيلم. إن شاء الله إن شاء الله. أنت عاهدت بالتليفون، الآن عاهدنا باللايف. سؤال يعني سبحان الله، المشهد طلعت فجأة والجروب المجموعة تكونت بسرعة مش معتاد، ثلاثة أربعة أيام باستمرار. شو السر فيها؟ ما في سر، أنا الله وكيف بيوزع النصيب، الله كيف بيوزع النصيب. هذه جاية والله جاية جيدة وجاية مش جيدة. إذا جددنا العهد والله سعادة الدنيا والآخرة. إذا كانت لتجديد العهد حتى نعود إلى ما كنا عليه فهذه جيدة. إذا جينا وانطربنا بكم كلمة سمعناها ورجعنا لحياتنا أنا ما من عندي شيء ولا طالب تجديد العهد معي. الله يرزقني الفناء في شيخي، الله يرزقني الفناء في شيخي. أما يخطر لبالكم أن هالجلسة ما فيها الشيخ رجاب؟ ممكن نتخيل لا إله إلا الله يا نبارك. السلام عليكم، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا.